السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة عندنا شقة بقى تحفة بجد، الشقة دي بجد لقطة. هي بالنسبة لإيجار للي عايز بقى يروح يصيف وياخد وقت كده في اسكندرية في الهالوفين. تعالوا تابعوا معايا الفيديو عشان نشوف مواصفات الشقة بتاعتنا النهاردة ومكانها وموقعها بالظبط، وكمان مطلوب فيها السعر بجد لقطة. تعالوا النهاردة الشقة ديت مكانها في العجمي في شارع هالوفين، شاطئ العجمي. هنشوف كل مواصفاتنا. الشقة عبارة عن اوضتين، طبعا هي جديدة، كل الفرش اللي فيها ده جديد. عبارة عن اوضتين، كل اوضة فيها 2 سرير. اول ما بندخل باب الشقة بيقابلنا ريسبشن في ركنة، والشكل زي ما انتم شايفين بصراحة حلوة جدا، مكانها تحفة. الاجهزة اللي فيها، في هنا تلاجة طبعا جديدة، كل حاجة في الشقة جديدة، والدهانات وكل حاجة. الشقة بصراحة لقطة. الشقة دي يا جماعة في الدور السابع، العمارة 9 أدوار، طبعا فيها بواب وفيها حراسة وفيها أمن وفيها أسانسير وفيها صيانة دورية طبعا لكمان، وفي كل الخدمات لسكان العمارة. بنقابلنا هنا ده مطبخ طبعا، في طبعا الأجهزة زي ما انتوا شايفين، وفي البوتاجاز وكل حاجة. يعني الشقة اللي هيسكن مش هيجيب غير شنطة هدومه بس. هنشوف كده شكل الشقة، بصراحة حلوة جدا كسكن، مريح جنب البحر. فبصراحة اللي عايز بقى يأجز بجد الشقة يا جماعة بجد تحفة. والسعر كمان كمكان في العجمي، يعني اللي هيوصل هناك هيروح محطة مصر عند سيدي جابر العجمي، بيوصلوا عند حاجة اسمها محطة العروسة، هناك في عربية صغيرة او على حسب ما بيسموها التمناية، بتقربنا لمكان وموقع الشقة بالظبط. ده كده شكل الاوض. الاوض بجد حلوة جدا، مساحتها كبيرة ومعقولة، كل اوضة فيها 2 سرير. يعني بصراحة الاوض مريحة طبعا كسكن ايجار جميلة. هي بصوا سكن جديد يعني مكانها، وهي حديثة يعني الشقة توضيباتها جديدة والفرش اللي فيها جديد. دي كده البلكونة اللي بتورينا الشكل والفيو من بره، طبعا مكان يشرح القلب كده، والخضرة قدامنا والبحر جنبينا. فبصراحة للي عايز كأجازة حلوة جدا، وطبعا السعر بجد حلو جدا. بصوا هي الأرضية كلها بورسلين، طبعا في الشاشة وفي كل الحاجات، يعني كل حاجة محتاجاها في الشقة هتلاقيها موجودة. دهاناتها جديدة، كل حاجة فيها جديدة. دي كده مطلوب فيها لو سكن يومي 300 جنيه قبل للتفاوض، يعني في تفاوض في السعر. اصحابها ناس كويسين جدا. لو بالشهر، الشهر كامل ب 2000 جنيه، يعني كله بقى اللي عايز يجيب اسرته بقى وعيلته ويروح. بجد مكان وموقع مريح، والمكان حلو جدا هادي. واللي عايز اجازة بقى في اسكندرية، اهو جبت لكم شقة بجد لقطة، 2000 جنيه في الشهر يا جماعة، وبصراحة حلوة جدا. كده احنا عرفنا تفاصيلها، للي عايز يتأجرها كده عرفتوا مطلوب فيها وسعرها ومكانها. طبعا فيها حمام جديد اهو زي ما انتوا شايفين. ودي بصة سريعة بقى على الشقة كلها، بجد بجد اللي عايز يتأجر واللي عايز مكان حلو في العجمي في الهالوفين، كده جبت لكم الشقة بأمانة تحفة. كده خلصت الفيديو بتاعي النهاردة، وطبعا فيها غاز عشان ما انساش، فيها عداد كهرباء، فيها كل الخدمات، كل الخدمات موجودة ومتاحة. يا رب تكون الشقة عجبتكم وتكون حلوة ومريحة طبعا ان شاء الله. وهسيب لكم رقم للتواصل تحت في صندوق الوصف، وكمان هنزل لكم زي ما انتوا تعودتوا معايا كل الشقق اللي موجودة ومتاحة سواء في مدينة نصر او غيرها، هنزل لكم روابط ليها تحت في صندوق الوصف. رقم التواصل يا جماعة تحت في تحت العنوان بالظبط. اللي عنده شقة عايز يعرضها يجيب لي تصوير ليها بالعرض. أتمنى يكون الفيديو عجبكم. مع السلامة وفي حفظ الله وفي أمان الله.